النهاردة معانا غسالة ملابس بوش موديل الفئة الرابعة، زي ما احنا شايفين 1400 لفة 10 كيلو، برامج مكتوبة بالعربي وبالانجلش، بتبقى ألماني تقفيل تركي، درج مسحوق كبير اقدر احط فيه الداوني او المعطر او البرسيل جيل او البرسيل باودر، باب كبير بيفتح 360 درجة زي ما احنا شايفين كده، اقدر افتح الباب واقدر الحلة من جوه ان شاء الله كبيرة تشيل 10 كيلو غسيل في القطنيات، بفضل الزعانف كمان اللي موجودة جوه بحصل على تنظيف عالي الجودة من غسالة بوش الألمانية. ده موديل الجهاز، ده موديل الجهاز اللي معانا النهاردة، الصناعة بتاعته براند ألماني، ادي بوش جيرماني، بتبقى تقفيل تركي، فئة كفاءة الطاقة بتاعتها ايه، اعلى كفاءة واقل استهلاك للطاقة، بتستهلك في الشهر كله 20 كيلو وات في الساعة في الشهر، واقل استهلاك للكهرباء 10 كيلو، 1400 لفة، موتور انفرتر بدون صوت، سايلنت 1400 لفة. كمان عندي اوبشنات موجودة في البرنامج او في البرامج بتاعتها، انتي ستين اللي هي مزيلات للبقع، بيحدد لي عدد من البقع، بتبقى ظاهرة قدامي هنا بقع دم او طعام او طعام اطفال او مشروبات، وبقدر احدد البقع اللي انا عاوز اشيلها، واقدر اتحكم في درجة الحرارة وفي سرعة العصر. وفي عندي كمان برنامج بري ووش اللي هو غسيل مبدئي، وشطف اضافي، ومانع كرمشة، وتايمر، وكمان تسريع لوقت البرنامج او نص الحمولة. التحكم كله عن طريق الشاشة دي والبرامج المكتوبة على الجهاز كده بطريقة برايم، ان انا اقدر اقراها بسهولة. ادي برنامج للقطن وقطن اقتصادي والملون والاقمشة الصناعية والصوف، وبرنامج سريع ربع ساعة، وبرنامج مشكل ميكس، وشطف سريع، وعصر، وطرد، وتنظيف للحلة، وسلك او الديلكت، والالحاف او الالحاف الفايبر، ملابس اللي فيها حساسة، والقمصان او تشيركس. برامج متنوعة من غسالة ملابس بوش اللون سيلفر 10 كيلو، وضمان بوش 10 سنوات.